بالنسبة للجماعة الثانية اللي تقام بعد الجماعة الأصلية، نعم، هل عليها أذان أم إقامة فقط؟ لا، عليها إقامة فقط وليس عليها أذان. لكن بقينا، هل تشرع أو لا تشرع؟ الآن الناس يسألون هل تشرع الثانية أو لا تشرع؟ فالصواب أنها مشروعة، إلا إذا اتخذت عادة، بأن قال هؤلاء الجماعة أنا بنصب حتى تنتهي الجماعة الأولى ثم نذهب ونقيم جماعة، هذا نعم بدعة ولا يجوز. لكن لو فرض أن جماعة دخلوا المسجد ووجد الناس قد صلى، هل نقول صلوا فرادى أو صلوا جماعة؟ الثاني لا شك، نقول صلوا جماعة، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه دخل رجل قد فاتته الصلاة فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، فأمر من صلى أن يقيم جماعة بهذا، فكيف بمن لم يصلي؟ ثم إنه ثبت عنه أنه قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وأما ما تشبث به بعض الناس من أن ابن مسعود أتى المسجد فوجدهم قد صلوا ثم رجع، فقد ذكر في المغني أن ابن مسعود أيضا صلى في المسجد جماعة، فإما أن يكون عنه في ذلك روايتان، وإما أن تكون إحداهما أرجح من الأخرى. وعلى كل حال، حتى لو رجع ابن مسعود بمن معه وصلى في البيت، فإنه لا يدل على أن صلاة الجماعة الثانية غير مشروعة، لأنه تعارض عندنا قول ابن مسعود، فعل ابن مسعود وقول النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما نقدم؟ ما في شك، قول الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا فعل ابن مسعود قضية عين، ربما يخشى أنه لو أقام الجماعة وهو صحابي جليل فقيه اتخذ الناس عادة وقالوا هذا فعل ابن مسعود. يخشى أيضا إذا أقام الجماعة أن يكون في قلب الإمام إمام المسجد شيء، ويقول هذا ابن مسعود ترك الصلاة معي وأقام جماعة وحده. وهناك أيضا اعتبارات أخرى. لذلك نرى أن صلاة الجماعة الثانية مشروعة، وأن فيها أجرا، لكن ليس كأجر الجماعة الأولى.